بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معنا شرح جديد على قناة محترف الشرح. في هذا الشرح الجديد سنتطرق إلى طريقة تعريف برنامج ويرار. كما نلاحظ لدي ملف ويرار مضغوط. عند الدخول إلى البرنامج يطلب مني الشراء أو التفعيل، ونرى هنا أن النسخة تجريبية. نذهب إلى خيار الأخير حول برنامج ويرار، نرى أن النسخة تجريبية لمدة 40 يوما فقط. نعم، لتفعيل برنامج ويرار فقط الذهاب إلى الرابط التي تجدونه أسفل الفيديو. عند الدخول إلى الرابط التي تجدونه أسفل الفيديو ننتظر 5 ثواني ثم نضغط على تخطي الإعلانات. سيظهر لنا هذا الموقع، نضغط على داونلود فقط للتحميل. نضغط دماري للتحميل. الملف خفيف جدا. نعم، نقوم بفتحه، نقوم بوضعه على سطح المكتب، ثم نقوم بفك الضغط عنه والدخول إلى الملف، ونقوم بلصق هذا الملف، ثم نذهب إلى ديسك لوكال سي، ثم بروجرام فايل، ثم نقوم بالبحث على ويرار. هذا هو ملف تثبيت ويرار، ثم نقوم بلصقه فقط. نعم، الآن عند فتح ملف، أين الملف؟ هذا هو الملف الذي قمنا بالتطبيق عنه في الشرح. عند فتح أي ملف ويرار لا يطلب منك أشياء، أو لا توجد من قبل هنا، كانت هنا مدة تجريبية. نعيد العملية من جديد حول برنامج ويرار مسجل. شرح انتهى. أتمنى أن الشرح عجبكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك على الفيديو وتعليق إذا لديك أي استفسار أو أي مشكلة في الكمبيوتر. أتمنى أن الشرح عجبكم، وإلى اللقاء في شرح آخر إن شاء الله.